الدرس الثاني بالنسبه لتنميه مهاره الليسننج، احنا قلنا مهاره الليسننج مهاره مهمه جدا، ان what you listen, what you hear, you will after that talk or speak. بيفيدنا في البرونسيشن والنطق، ازاي نتفاعل بطريقه صحيحه، ازاي نتفاعل بطريقه صحيحه مع الجمهور المستهدف بتاعنا. في عندنا ايضا يا شباب حاجتين مهمين جدا، في حاجات كتيره يعني بس هنشوف الحاجات المهمه والمفيده في نفس الوقت. فري اوديو بوكس، وده بيشتغل اوف لاين. هذا الاب هذا عباره عن ايه؟ اب تطبيق بتنزله من على البلاي ستور، تطبيق بتنزله من على البلاي ستور. يبقى بنقول يا شباب ان شاء الله اللي هو فري اوديو بوكس، وهذا ميزه التطبيق ده عباره عن اب بتنزله من على البلاي ستور، سهل جدا، اللي هو بيشتغل اوف لاين، يعني عندك نت بعد ما تنزله ما عندكش هو بيشتغل لوحده. ايه الميزه فيه؟ ان انت بتسمع كتب وقصص باللغه الانجليزيه مكتوبه باللغه الانجليزيه، بيكون النص قدامك وبتجري او بيجري ايه تشغيل اللي هو الاوديو بتاعه اللي هو الليستنج، يبقى انت بتسمع وفي نفس الشكل وفي نفس الوقت قدامك السكريبت. يبقى اذا ميزه التطبيق يا شباب ان انت بتحمله من خلال البلاي ستور بتاعنا، تمام؟ عباره عن تطبيق، والتطبيق ده مثل ما زي ما قلت لك بيشتغل اوف لاين. يعني ايه بيشتغل اوف لاين؟ يعني لو بعد ما تحمله ما عندكش انترنت عادي يشتغل. والميزه اللي فيه بيكون عندك السكريبت، السكريبت بتاع تكست نص لكتاب او قصه موجوده طبعا في البرنامج، وتقدر تسمعها وانت بتقرا. بيقدر بيفيدنا ايضا لتحسين مهاره الليسننج، وايضا عشان نعرف هاو تو سي ذا وورد اند برونونس ات، ازاي ننطق الكلمات ونعبر عنها. طيب ايضا عندنا تطبيق اخر او اخر اسمه اوديو بوكس 1001 انجلش ستوريز. التطبيق ده جميل جدا، في عباره عن 1000 ليله بيزا بالكتب العربي، قصص باللغه الانجليزيه، بتقدر تسمع القصه وايضا السكريبت بتاعها او النص بتاعها موجود قدامك. وايضا ما يفيدنا زي ما قلنا يا شباب في تنميه مهارتين، ان انت بتسمع كويس and after that listen and after that you will speak. listen and speak. عشان تحسن من مهارة السبيكنج عندك أو من مهارة البرونسيشن، و how to say the words and the phrases or sentences in English. يبقى إذا يا شباب مهارة السبيكنج زي ما قلنا مهمة جدا، بناء على الحاجات اللي إحنا قلناها قبل كده، اللي إحنا قلنا يوجلش، وقلنا بعد كده فو فويس في أمريكا و بي بي سي وأمريكان إنجلش، كل المواقع دي بتفيدنا، وإن شاء الله هناخد تطبيقات عملية عن تطبيقاتهم وإزاي نتعامل معاهم. وأيضا عندنا الأبز اللي هي عبارة عن أبز، دي حاجات تحملها من البلاي ستور، موجوده جدا متوفره في البلاي ستور بتاعنا على نظام اندرويد، وتقدر تحملها بسهوله جدا. الميزه في التطبيق الاولاني زي ما قلت بيشتغل اوف لاين، يعني عندك نت بعد ما تحمله ما عندكش بيشتغل. التطبيق الثاني بيشتغل بالانترنت، وزي ما قلت لك النص تكست او السكريبت موجود، وفي نفس الوقت بتسمع ايه النص بطريقه صحيحه. ثانك يو فيري ماتش فور يور اتنشن. اذا عجبك الفيديو ان شاء الله يعجبك، دونت فورجيت تو لايك subscribe and share. Thank you very much.